السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والإخوان مع شلال الفيديو مع الذكر تحط اللهم بارك. الله يسخر الحمامة الأولى راه ما شناهاش نتوا وهذا ذكر. أما الثانية هذه هذا هو الذكر اللي كنضرب عندي ضرب عندي ذاك العام ولا الجرار ربما الرتبة التاسعة أو 11 الله أعلم. اللهم بارك. سير أولدي سير تبارك الله اللهم بارك. الخوت ثاني حمامة في مسابقة قلميم داخل جمعية ملتقى الأبطال والله يسخر تبارك الله. اللهم بارك الخوت والله يسخر الجميع. تبارك الله كما كيعلم الجميع مسابقة ماشي سهلة، مسابقة صعيبة شوية، مسابقة ناحية قلميم داخل جمعية ملتقى الأبطال وأيضا داخل فيدرالية الدار البيضاء. والله يسخر الخوت. المهم هنا في كازرة الجو كما كتشاهدوا معنا الخوت الجو زوين ولكن التراجم اللي مشى منه الحمام ما عرفناش القضية ديالو كي دايرة. والله يسخر هادشي اللي كاين الخوت. كما قلت لكم الحمامة الأولى هبط ومن طلعت لقيتها. هذه الحمامة الثالثة الخوت. ها انتوما الخوت كما كتشاهدوا معنا مباشرة. زيد 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 سير 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 اللهم بارك. الحمامة الثالثة الله يسخر الله يسخر الجميع. الحمد لله بعد الحمامة الثالثة في هذه المسابقة اللي هي مسابقة قلميم مسابقة صعيبة شوية الخوت. وبالنسبة لهذا الموسم كامل الخوت كما كتعرفوا الجو كان شوية صعيب شوية الجو ما مستقرش مرة الحرارة مرة الشق وهادشي اللي كاين الخوت. كما تمكنا في هذه المسابقة هاهي حمامة الخوت كتشاهدوا معنا الحمامة الرابعة. يلا زيد 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 الحمامة الرابعة هادي أنثى اللهم بارك. من المنبر كنشكر الأخ محمد القيرواني من مدينة تيزنيت اللي كيتواجد في الديار الألمانية كنشكرو على السلالة هادي. هانتوما الخوت كما كتشاهدوا معنا الحمامة الرابعة في هاد المسابقة هادي. اللهم بارك الله يسخر الجميع الخوت. وحنا مازلنا ننتظر دخول الحمام من هاد المسابقة. مسابقة اللي هي صعيبة شوية مسابقة ناحية قلميم داخل جمعية ملتقى الأبطال وأيضا داخل فيدرالية الدار البيضاء. وهادشي اللي كاين الخوت. وكما كتشاهدوا معنا الحمام راه ما كيدخلش كيدخل حبة حبة حمامة جوج. الحمامة باقا اون فورم ما باغي كاع تدخل شتيها كما كتشاهدوا معنا الخوت. باقا ما باغاش تدخل. زيد يا بنيتي دخلي زيدي. هانتوما الخوت الله يسخر تبارك الله الحمامة راه دخلات. يلاه سيري 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 دخلي سيري وانتي عاد دخلي الله يهديك. سيري منين سيري دخلي سيري 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 ادخلي 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 شوية ادخلي الماكلة وشوية ادخلي 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 ادخلي
غريبه ديال الحمام باقي ما جاش، انا باقي كنتسناو. انا قلت الله اكبر، ها انتم الخوت كما كتشاهدوا معنا ديال الحمامه الاولى اللي جاتنا المعلومه 15 يسخر. اللهم بارك. منهم ثلاث حمامات، واحد جوج ثلاث حمامات وذكر. هذه هي الحمامة الأولى الله يسخر، هذه الحمامة الثالثة، اللي عندها الباك صفر الحمامة الرابعة، والآخرين إن شاء الله غادي يمشيو للعيون، مسابقة ديال العيون إن شاء الله. دوش طلقة مزيانة ويسخر الخوت. ايوا الخوت حنا باقي كنتسناو. الشميشان جو زوين، ولكن كما قلت لكم من الاول التراجي ديال الحمام هو اللي كاين بعض الرياح المعاكسة، وكاين بعض التقلبات المناخية اللي كتشاهدها المملكة المغربية، وهادشي اللي كاين الخوت. الله يسخر، أنا باقي كنتسناو. فين هو هاد الحمام هذا؟ الله يصوب وصاب. وانتوما الخوت كما كتشاهدو معانا، أنا باقي ندير شادي الفيديو، الله وعسى تمشي حمامة، ولكن كما قلت لكم راه الجورة خايب شوية. مسابقة ما تفهم فيها والو، والله ما تفهم فيها والو، بالأخص هذا الموسم هذا. وتا كتقول مسابقة غدوز زوينة، شوية كدوز كارثية، واخا ضلت قابل الأجواء المناخية والحالة الطقس، ما كاين والو. الله يصوب وصاب. فعليش الحمام راجع، ولكن ما عرفناش ديال من راه. وشتو الخوت هاهم واحد جوج جايين، ربما هادا يزين. تسنى باش تقابل الحمام راه كيدوز، ما كيدوز لا حمام لا ولا دراجة هادا، والو السما خاوية ناشفة. الله يصوب وصاب. واه تلقى شاني نقول لك، تلقى قال ثلاث تامري ولا تجرار ما تعرفي والو، هادي فين تبان تامري وفين تبان ولا تجرار. والله ما تبان بال، مازال تامري ولا تجرار راه تدخل الحمام شوية كيتكب حبة حبة حبة، تا دير أربعة د الحبات وكفات. وفين هو هاد الحمام هذا؟ آه وانتوما الخوت كيما كتشاهدو معانا، عيينا ما نهضرو، عيينا ما عينا ما نتسناو الحمام غادي يدخل، صح ما كاين والو اخوت. الله يصوب وصاب. هذا المردوم عاد الولاعة وصافي والله. حبة وحدة على شحال، حبة وحدة راهي بسما غادا كضرب برجليها، كتكملها برجليها ماشي بجناح، كضرب بواحد الجناح وتكمل بواحد الرجل. راه مبقاش مسابقة هادي، وحنا أصلا عيانين ومراض وتمرنا هاد المسابقة هادي. والو الشما ناشفة صاحبي بحالا، مشكلين بحالا لاعبين بكرة. هانتوما الخوت الأجواء الحر، راه كيبان لينا الخوت ها هو كتشوفو فيه. الحر هادي، الجو في كازا ما نهضروش عليه، الجو زوين تبارك الله في كازا، ولكن كما قلت لكم التراجي ديال الحمام اللي ما عرفناش شنو وقع به. والله يصوب وصافي.
خوش واقيلا بلا ما نطول عليكم هذا بقى نتسناو في هذا الفيديو هذا والحمام باقي ما جاش. هادشي اللي كاين الخوت كما شاهدتوا معنا مسابقة تقول ميم ناحية تقول ميم عن جمعية ملتقى الأبطال وأيضا داخل فيدرالية الدار البيضاء، مسابقة اللي دازت صعبة وكارثية. الحمامة الخوت راه مدخلش كتدخل حبة حبة على شحال ما بين حبة وحبة نص ساعة ولا ثلث ساعة. وهادشي اللي كاين الخوت بلا ما نطول عليكم قلنا نكتفي بهذا القدر وإلى مسابقة أخرى. وهادشي اللي كاين دائما داخل لوفت بالعيد عمران منخرط بجمعية ملتقى الأبطال وأيضا داخل فيدرالية الدار البيضاء. وهادشي اللي كاين الخوت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يجيب الحمام على خير.